إذن الرئيسات، لقد عملت الجمعية المغربية برؤساء مجالس العملات والأقاليم منذ إحداثها بناء على الأهداف المصدرة في القانون الأساسي كشريك. أهلا وسهلا بكم في القناة شفت في مباشرة من مدينة مراكش بشراكة مع المديرية العامة للجماعة الترابية. كتنظم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العملات وأقاليم الأقاليم ندوة حول ملائمة الإطار الشرعي للعملات والأقاليم كما شاركت في ورشات عمل تفاعلية مع مصالح الوزارة الداخلية ومؤتمر استثمار محلي روسي يومي في إطار الندوة التي كتنظمها كتنظم الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العملات وقامت بمراسلة السادة الرؤساء مجلس الأعمال الأقاليم لتوصي آرائهم لإشراكهم في هذا النقاش العمومي ورصد ملاحظاتهم، وتم على ضوء ذلك إعداد مقترحات لتجويد الإطار القانوني والرفع من مستوى أداء العملات الأقاليم وتقدمنا به في الوقت المناسب، وتم رفعها من قبل الجمعية إلى مصالح وزارة الداخلية كاقتراحات للسادة رؤساء مجالس العملات والأقاليم على مواصلتهم لتحمل مسؤولياتهم وانخراطهم اللامشروط في مسيرة بناء صفحة اللامركزية والديمقراطية المحلية ببلادنا تحت القيادة الرشيدة السيدة بصاحب الجلالة الملك محمد السادس صلى الله عليه وسلم. وختاما أتمنى أن تكلل أشغالنا بالنجاح والتوفيق مجددا. شكري لكم، شكري لمن ساهم في إنجاح هذا في أشغال هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر السيد الرئيس على ما تفضل به من كلمات والتي رصدت أهم إشكاليات التي أبرزها تطبيق مادي للقانون المنظم لمجالس العملات والأقاليم والإكراهات التي ينبغي تجاوزها لمحسنين الدائرة. السادة الحضور، الآن ننتقل للاستماع لأول عرض والذي سيقدمه لنا الخبير والأستاذ الجامعي الباحث عبد الواحد الوزير تحت عنوان ملائمة الإطار التشريعي للعملات والأقاليم اختصاصات وتفعيل. للمفضل مشكور. كما كتتابعوا معنا مشاهدنا الكرام، غادي ينطلقوا تدخلات المشاركين في هذه الندوة هذه. كذلك السيد الرئيس، السادة الرؤساء، حضرات السيدات والسادة، يشرفني اليوم أن أساهم في هذا اللقاء الكبير بعرض الهدى مخرجات العمل الذي قمنا به في إطار الأنشطة التي قامت بها الجمعية. وهذا العمل بطبيعة الحال جاء في إطار التفكير في معالجة مجموعة من المشاكل والصعوبات التي تقترض عمل المجالس الإقليمية. لن أقدم طويلا فيما يخص الإطار الفكري والعملي، لأن السيد الرئيس السيد المبارك قدم بتفصيل هذا الإطار، وسأكتفي بعرض المنهجية التي تم اعتمادها من أجل الاستماع ومن أجل الإشراك العمالات مجالس العمالات والأقاليم في وضع الإشكاليات الأساسية
والأسئلة الأساسية التي تطرح في مجال ممارسة الاختصاصات وطبيعة الحال كما قال السيد هاميل في عرضه المميز أن هناك نوعين من المشاكل التي تتطرق لمجال الاستصلاح العلمي. هناك مشاكل مشتركة بين المجالس وهذه المشاكل لا علاقة بالإطار العام اللي هو إطار جديد ممكن شي واحد مجموعة ديال المبادئ الجديدة اللي هي جديدة علينا كذلك في الميدان ديال القانون ديال التدبير والحكمة واللي ربما بطبيعة الحال في هذه العهدة الأولى من ممارسة ديال الديمقراطية المحلية في بلادنا كان طبيعي أنه يكون هنا واحد تمرس واحد يعني تعرف على هذه المبادئ للمرة الأولى. بطبيعة الحال هذا يتطلب واحد الجهد لا من ناحية التكوين ولا من ناحية مواكبة المجالس من طرف الإدارات المركزية والمصالح الخارجية. إذن أنا سأقتصر في هذا العرض نظرا للوقت المحدود لهذا العرض سأقتصر بعرض المنهجية التي اهتمناها في هذا العمل وبالمخرجات الأساسية التي حصلنا عليها من خلال هذه الدراسة. مراحل الدراسة هناك أربعة مراحل اللي اجتزناها وطريقة يعني تشاركية مع المجالس وكانت المنهجية هي مرحلة أولى ديال تجميع المعطيات بطبيعة الحال هذه المعطيات اللي كانت تجميع ديالها وهو تجميع جميع التقارير التي تمت إعدادها من طرف الجهات كمفتشيات العامة وكمجالس المحاسبة وكذلك تقارير البنك الدولي تقارير الهيئات والهيئات وكالة التنمية التي تشتغل في المغرب بتعاون مع إدارة المحلية وإدارة أخرى. إذن كانت هناك مجموعة ديال الأعمال ديال جمع هذه المعطيات من أجل يعني إعطاء واحد الأرضية صلبة لهذا العمل. المرحلة الثانية هو كانت إحداث مجموعة أعمال مكونة من ممثلين عن المجالس الإقليمية والعملات بمركز الجمعية وهذا مجموعة الأعمال كان الهدف ديالها هو تشخيص الوضعية بخصوص ممارسة الاختصاصات. وبطبيعة الحال هذا العمل ديال مجموعة الأعمال هو اللي أعطانا فكرة حول صياغة نوعية الأسئلة التي يمكن نطرحها على المجالس من أجل يعني وضع تصور لإشكاليات المطروحة. المرحلة الثالثة لهذه الدراسة وهو كانت استقصاء رأي رؤساء المجالس عن طريق استمارة. إذن هذه الاستمارة تم إعدادها على أساس الأعمال لهذه مجموعة الأعمال اللي كانت منظمة في إطار الجمعية. ثم كان هناك اللقاء الوطني لمناقشة التوصيات وهذا اللقاء الوطني كان هو ربما يعني هو الموقع الأساسي والمحطة الأساسية التي تمت يعني اعتماد فيها مجموعة من هذه التوصيات ومجموعة من الاقتراحات والمخرجات التي يعني صدرت عن هذه الدراسة. شارك في عملية الاستقصاء 25 عمالة وإقليم أي ما يقرب من ثلث العدد الإجمالي للمجالس. فطبيعة الحال كنا نود أن نشارك جميع هذه المجالس 25 مجلس إقليم وعمالة ولكن المدة قصيرة التي كانت يعني كانت محدودة بالنسبة لهذا العمل لم يسمح لنا للاستماع لجميع هذه المجالس إلا أن العينة التي أخسرت في الأخير والتي اعتمدنا عليها هي تمثيل بطريقة كافية بحيث
حيث نجد من بين المجالس التي ساهمت جميع مناطق المملكة بما فيها الجنوب والشمال والشرق والغرب والمناطق البحرية وكذلك المناطق الجبلية. هذه الأسئلة التي طرحت وغادي نشارك معكم هذه الأسئلة كما طرحت وكذلك كيف تمت الإجابة عليها من طرف المجلس. وطبعاً الجواب على هذه الأسئلة في حد ذاته يعتبر هذه الأسئلة التي طرحت هو في حد ذاته يعتبر يعني مخرجة من المخرجات ديال هذا وعلى أساس هذا الجواب هذا تم اقتراح تحديثات فيما يخص إما القوانين التنظيمية إما الإجراءات التنظيمية التي تأخذها السلطة الإدارية. السؤال الأول اللي كان مطروح هو هو مجموعة ديال الأسئلة خمسة أسئلة اللي هي أولية كانت تتهم مدى قدرة المجالس أو قابلية المجالس لممارسة اختصاصهم في مجموعة من الاختصاصات الأساسية التي أسندت لهذه المجالس. السؤال الأول كان إلى أي حد في رأيكم يمكن مجلس العمل أو الإقليم الذي تنتمون إليه بممارسة اختصاصاته الذاتية في مجال النقل الرصيف في مجال القرار؟ هذا من السؤال من الأسئلة الأساسية بين اختصاصات والنقل الرصيف. وكنلاحظوا لأن بطبيعة الحال واحد عدد كثير نسبة كبيرة من هذه المجالس لم يعني تكون في لم يكن في وسعها ممارسة هذا الاختصاص نظرا لعدة أسباب من بينها الموارد التي خصصت لهذه المجالس. هذا كيجي كنقطة أساسية في المسائل المطروحة من طرف هذه المجالس. كاين السؤال الثاني الذي طرح هو بالنسبة للإنجاز وصيانة المسالك القانونية. كذلك كنلاحظوا بأن المساهمة اللي هي في هذا المجال هذا كتبقى متوسطة، يعني مع العلم أن صيانة المسالك القانونية هي من الصلب ومن يعني قلب الاهتمامات للساكنة بالنسبة لهذا النوع من الجماعات. كان كذلك وضع في البرامج للحد من الفقر والهشاشة، هذه كذلك نقطة أساسية كنبقى بأن هذا واحد الموضوع فيه واحد الاهتمام كبير كنلاحظوا اهتمام كبير بالنسبة للمجالس وتدخل كذلك ولكن كيبقى كذلك حتى هو متوسط نظرا لقلة الموارد. بالنسبة لتشخيص الحاجيات في مجال الصحة والسكن والتعليم الوقاية وحدة الصحة، وهذه كذلك من الاختصاصات التي جاء بها القانون الضمني لهذه المجالس، وكنلاحظوا بأن هذه المجالس ربما لم أقول أنها لا تعطي الاهتمام ولكن تدخلها في المجال في هذا المجال ضعيف جدا بالنسبة لأهمية هذا الاختصاص الذي ربما يرى بعض المنتخبين بأنه لا حاجة للقيام بتشخيص ما دام أن المجالس ليست لها الموارد أو الإمكانيات لتدخل في المجال الذي سيعنيه هذا التشخيص. ولكن يعني في نفس الوقت يمكننا نفكروا بأن القيام بتشخيص بالنسبة للمجالس هو واحد اختصاص مهم جدا لأنه هو اللي تجعل أنها ولو أنها ما عندهاش إمكانيات تجعل أنها تكون عندها واحد القدرة على التنبيه على الحاجيات ديالها بطريقة رسمية. وهذا الاختصاص ممكن شي إدارة بهذه الطريقة اللي وضعته القوانين التنظيمية حيث أن جلب الإمكانيات والحصول على إمكانيات من طرف مشاركين أو شركاء أجانب أو وطنيين أو إدارات حكومية أو هيئات يقتضي أن المجالس كلها واحد النظرة
يعني دقيقة وتشخيص دقيق لحاجة اجتهاد، ويكون هذا يعني من المسائل التي تكون في الوثائق ديال المجلس من أجل دعم طلباته وتعبير عن انتظاراته بالنسبة للسلطات العمومية. كاين كذلك تشخيص حاجة مجال الثقافة والرياضة، هذه كذلك واحد النقطة اللي هي مهمة جدا، وكنلاحظوا بأنه يعني مستوى ديال الاهتمام في هذا المجال ضعيف جدا، وبالنسبة لبعض المجالس هو يعني منعدم كذلك، وهذه كذلك نقطة أساسية يمكن نناقشوا شنو هي الأسباب ديالها. حنا كنا بواحد استعمال واحد لابليكاسيون اللي هي كتدير التواتر، كتدرس عدد التواتر المسائل اللي كتجي في التقارير اللي هي كتدرس على هذه المجالس، وكذلك هاد الأجوبة التي وصلنا بها، وكنلقاو بأن الكلمات اللي كتتواتر أكثر في الكلام وفي مناقشات ديال المنتخبين وهي هاد العبارات اللي كتجي واللي حنا خرجناها غير بطريقة تقنية، وهو الموارد البشرية، تداخل الاختصاصات، خصص في الموارد المالية، ضعف القدرات، الإدارة إلى آخره. إذن هذه الكلمات اللي من ناحية الإحصائية غير في الخطة وفي العروض وفي كذلك المناقشات تتواتر بشدة، وكتعبر على أن هناك اهتمامات اللي هي يعني كبيرة جدا. من بين الأسئلة اللي هي مهمة وكتعرف كتدخل في هذا الصوت هذا الموضوع اللي احنا مجتمعين فيه اليوم، هو السؤال ديال هل توافقون على فكرة ضرورة توسيع اختصاصات المجالس؟ هذا سؤال تطرح على المجالس، وبطبيعة الحال كان الجواب ديال المجالس هو نعم، ولكن نعم ولكن يعني مجموعة ديال المجالس عبروا على الرضا ديال توسيع الاختصاصات، ولكن كيشترط هذا الاختصاص انه توسع كذلك الموارد المصدوده لهذا. وبطبيعه الحال هذا سؤال مهم يطرح فيما يخص اشكاليه رصد الموارد، طريقه اعداد عمليه الرصد اللي هي كنناقشوا فيها اليوم من بين النقاط اللي هي ممكن تقترح وغادي نشوفوها في الاقتراحات الاولى، هو ما هي الاليات التي تساعد على اعداد عمليه مواكبه نقل الاختصاصات من الدوله الى المجالس، سواء كانت جهويه او اقليميه او جماعيه. كاين بالنسبه للاختصاصات المشتركه ان الوضع على بال الاختصاصات التي تتم بخصوصها عبر اتفاقيات مع الدوله والمجلس الذي تنتمون اليه، انها كانت للاشاره انه للتعرف على مدى يعني مدى تعامل الجماعات مع هذه الاختصاصات فيما يخص الشراكه مع القطاع العام او قطاعات اخرى، وكيتبين بانه في جميع المجالات تقريبا هذه المجالات التي تم يعني نقل الاختصاص بشكلها تم في بصددها ابرام اتفاقيات، الا ان يعني المجال الذي يعني هو ضعيف في اهتمام قليل بزاف وهو المناطق الجبليه اللي هي يعني ربما ما عندناش ما عطيناش واحد الاهتمام وما كتغطيها شيء هذه الاتفاقيات ديال التعاون مع الجهات ديال الدوله. لأن مصدقة أساسية، وربما يكون موضوع نقاش لأن مناطق الجبلية مهمة جدا في البلاد ديالنا، وحنا كما كتعرفوا هذا المجال مهم وحساس جدا فيما يخص محاربة الفقر والهشاشة. أرى أنه من الضروري تعديل القانون المدني من أجل المزيد من تدقيق المهام الموكلة للمجالس وتحديد محيط تدخلها بالنسبة لكل نشاط. هذه بطبيعة الحال مهم، وجاءت في العرض ديال السيد العامل واحترم انه بطبيعه الحال يعني هناك مجموعه ديال المسالات التي لم تحدد
بدقة بحيث أننا تبقى مازال لتساؤل حول ما هي يعني ما هو المطار والحدود التدخل إلى المجالس وما هو حدود تدخل الجهات أخرى التي يعنيها كذلك نفس الاختصاص. كان كذلك أرى أنه من الضروري أن ينص القانون على وضع آلية تحدد بموجبها التحولات المالية الضرورية لممارسة الاختصاص ليكتسب طبعا إلزاميا بالنسبة لمجالس الأمانات والأقل ذلك من أجل تكريس الرقم السوري بمحاسبة هذا السؤال مطرح وضع آلية وهذه النقطة اللي كنا تكلمنا عليها فيما سبق آلية يعني تحدد من التحولات المالية الضرورية لممارسة كل اختصاص يعني بأنه كلما تم التنصيص على اختصاص بالنسبة للجماعة كان من الضروري أن تكون هناك واحدة آليات على الأقل تقوم بتقويم الكلفة المالية المصاحبة لهذا الاختصاص ولو أن هذه الكلفة المالية ما غاديش تحكي أنه غادي يكون رصد 100% من الاعتمادات ولكن على الأقل يكون كمرجع لكي على أساسه يمكن يكون مناقشة ويكون حوار لأنه ما دام أنه ما عندك شيء أنت تقول نقل المدرسي وخصنا في كل منطقة في كل مجلس يكون عندنا واحد الفكرة حول ما هي التكلفة الإجمالية لهذا الاختصاص وعلى أساسها يمكن يعني بناء حوار مع الإدارة المركزية ومع الجهات الممولة لهذا المرفق. هذه من النقاط اللي جات من بين الاقتراحات. كاين كذلك إذا كان من الضروري إدخال التعديلات على القانون التنظيمي من أجل توضيح الاختصاصات فما رأيك في الاقتراحات الثانية؟ وهذا اقتراح مهم كذلك. يجب تحديد هذا هو الاقتراح يجب تحديد الاختصاصات التي تكتسب طابعا إلزاميا والتي يجب أن تمارس حصريا من طرف مجالس الأمانة والأقاليم بحيث لا يسمح بممارستها لهيئات أخرى إلا في إطار اتفاقيات خاصة. وهذا بطبيعة الحال علاش طرح هذا السؤال هذا علاش تطرح؟ تطرح لأن مجموعة الاختصاصات اللي كاينة دابا عند المجالس ما كنعرفوش واش هي إلزامية ولا اختيارية. واش هي يعني محصورة حصرية يعني محصرية على المجلس وحده عنده الصلاحية يقوم بها هذه الأسئلة هذه مطروحة بحيث أنه إلا قلنا بأن هي إلزامية وحصرية هذا بطبيعة الحال كاين أن المسؤولية 100% كترجع على المجالس وحتى التمويل اللي كتجهزه الدولة واللي كترصد الدولة خصو يكون موجه لهذا الاختصاص هذا يعني النقطة مهمة أنه يقوم إما النص القانوني أو العقدة التي ستبرمها الدولة مع المجالس في هذا الاختصاص يجب أن يحدد هذا الجانب ديال الإلزامية ما هو إلزامي وحصري وما هو يعني مسؤولية محددة بالنسبة للمجالس حتى يعني ترفع هذه المسؤولية.